الوسط المغربيه يجيبوا لنا شي حل في الديوانه المغربيه باش هذا الدلاح يدخل المغرب. هذه لا دلاح المغاربه ما فيها باش يدخل المغرب. علاش المغاربه غيخلصوا 4 دراهم باش يدخلوا دلاح المغرب؟ المغرب دابا ما فيه دلاح والمغاربه هنا واكلين العصا. اذا كنطلبوا من الدوله المغربيه تجبر لنا شي حل، جبر لحل هذه المشاكل. هذا راه الدلاح ما شاء الله راه الناس نتجوا خسروا فلوسهم. ها تبارك الله الناس راه نتجوا خسروا فلوسهم وهذا بعد راه ماشي معقول. تبارك الله شوف تبارك الله هذه راه 30 هذه راه فايت الاوروب راه جبرنا فيه مشكل. هذه راه 30 كيلو 30 كيلو هذه 30 كيلو هيا شوفوا لنا الله يرضي عليكم شي حل. ها شوف هذا شوف تبارك الله الشيء عمر شوف شوف تبارك الله شوف تيغراد راه تيغراد الفلاحه راه مشاو هنا راه واش كيف تيغراد الفلاحه. ها هذا الدلاح 30 كيلو ها تبارك الله 30 كيلو ديال الدلاح تبارك الله شوف 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 وهذا دابا هذا دابا سي هشام شنو هذه الضربه هذه؟ هذه ديال الشمس واحد 3 ايام ديال السخونيه هي اللي دارت لنا هذا المشكل حيت ما جبرنا التسويق. فوالا ما جبرنا التسويق هذا علاش عندنا هذا المشكل. يعني الا عاود بطا هذا شنو غادي يصير؟ غيخسر غيخسر. اه الاوروب دابا ما بغاش والو الترونسبور لقينا فيه مشكل. لقينا الترونسبور المشكل في الترونسبور. الكاميو كيخلص 10 المليون باش ياخذ ديك السلعه من هنا لاوروب بيربيني ولا برشلون. ولكن الا جبرت الدوله المغربيه الا جبرت لنا الحل غناخذوا الدلاح من هنا ندخلوه للمغرب اموان الا لحق علينا جوج دراهم. الا لحق علينا جوج دراهم في الترونسبور ونبيعوه ب 4 دراهم ولا 3 دراهم حنا رابحين. تبارك الله لا كاع خصنا جوج دراهم في الترونسبور بين الترونسبور والديوانه نخلصوا 50 فرانك في الديوانه وحتى المواطنين المغاربه يلقاو السلعه حيت ما كايناش عندهم. هذه راه في المغرب مقبوله في هذه راه ما كاين اللي بغا يهضروا. لا السوق لا السوق الداخلي ديال موريتان ولا السوق المغربي ما لقيناه. راه إذا خلينا ندخلوا السلعة للمغرب راه غتباع كاملة ما غتبقى هنا دلاحة واحدة والناس غيشدوا شوية ديال الفلوس. النقلة راه جات من المغرب، لابياج جا من المغرب، التيتيب جات من المغرب، لي زونكري جاو من المغرب، اليد العاملة جات من المغرب، إذا نخليو السلعة تدخل المغرب ما عندها مشكل؟ صح ولا مصح؟ صح والله صح صح والله صح صح والله تبارك الله. وهذا كيبين يعني مدى الخبره ديال المغاربه في الانتاج ديال الفلاح. الناس خدامين احسن خدمه ونجحوا تبارك الله. هذه راه فايته 30 كيلو ما تقد تهزها هذه ما تقد تحركها. شوف تبارك الله غير الكاريبا غير الماسو اللي عنده غير الماسو اللي عنده. شوف الاوروب راه ما بغا والو. الاوروب راه ما فيهش الثمن. الا كاع كاين الثمن في الاوروب راه كاين مشكل الترونسبور. الترونسبور دار مشكل كبير 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 مشكل كبير. صحيح صحيح ايوا كنتمناو شي حل يكون ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. هذا هو اللي نتمناه ان شاء الله من الجميع. شكرا بارك الله فيك شكرا.